الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، تعالوا نتدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا أيها الإخوة الأخوات في سورة المدثر عند قول الله جل وعلا عن نار جهنم، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النار. قال الله تعالى: عليها 19، يعني عدد ملائكة النار الذين يقومون على نار جهنم 19 ملكا فقط. وهذا العدد يثير الريبة والغرابة في نفوس المشركين، كيف هذه النار العظيمة التي تتوعدنا بها خزانها 19 فقط؟ ولهذا كان هذا العدد فيه ابتلاء وفتنة للكافرين، حتى قال أبو جهل: أما يستطيع كل 10 منكم على واحد منهم فتغلبونهم؟ فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها تبين الحكمة من هذا العدد، وتذكر أثر هذا العدد على الناس المؤمن والكافر. يقول الله عز وجل بعد ذلك: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هم يقولون كل 10 على واحد وتغلبونهم، لا، الله تعالى جعل هؤلاء خزنة النار من الملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني ملائكة غلاظ شداد، ليسوا من البشر، لا يقاومون ولا يغالبون. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم، أنهم 19، إلا فتنة، اختبار. ومن الذي يفتتن ولا يؤمن؟ الكفار، لأن شأنهم الجحود والتكبر. قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وحقا افتتنوا بهذا العدد كما عرفنا، حتى قال أبو جهل: أما يستطيع 10 منكم على واحد منهم فتغلبونهم؟ أخذوا يستهزئون وينكرون. قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. تأملوا، يقول الله تعالى من الحكمة في الإخبار عن هذا العدد: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يزدادون يقينا. كيف ذلك؟ قال البغوي رحمه الله تعالى: لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. سبحان الله، هذا مما جاءت به الكتب السماوية، فمكتوب في التوراة والإنجيل أن عدد ملائكة النار 19. فلما جاء القرآن موافقا لما عندهم علموا أن القرآن هو كلام الله حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي محمدا رسول الله حقا. فقال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ولهذا هذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. وإذا استيقنوا ورأوا القرآن وافق ما في كتبهم آمنوا بعد ذلك. أما المؤمنون فقال الله تعالى عنهم: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هل نشعر بزيادة في الإيمان إذا تفكرنا في عدد ملائكة النار؟ الله تعالى يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كيف يزداد المؤمن إذا عرف، كيف يزداد المؤمن إيمانا إذا عرف أن ملائكة النار 19؟ أولا إخوة، لو نتفكر في عظم النار، هذه النار العظيمة والتي لا يعلم شأنها وعظمها إلا الله جل وعلا. حتى في يوم من الأيام سمع الصحابة رضي الله عنهم صوتا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في نار جهنم منذ 70 خريفا.
فهو يهوي بها حتى وصل إلى قعرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا النار عظيمة، تخيل هذه النار العظيمة وأهلها يملؤونها، والملائكة الذين يحرسونها ويقومون عليها 19 فقط. فهذا يدلك أولا على عظمة الله جل وعلا، وأن الله تعالى عظيم وخلق هؤلاء الملائكة في غاية العظمة. فإذا هذا يدلنا على عظمة ربنا جل وعلا، وكذلك بهذا يسلم المسلم أمره إلى الله تعالى، يزداد تسليما وإيمانا. قول الأمر لله، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وإلا كان بالإمكان أن يجعل الله تعالى عدد الملائكة بدل 19 مثلا 20، ليش ما يكمل العقد 20، أو يجعلهم بآلاف مؤلفة من الملائكة. الأمر لله، فيزداد المؤمن إيمانا بربه جل وعلا وتسليما لما يخبر الله تعالى عنه. ثم كذلك عرفنا أن هذا الذي في القرآن جاء موافقا لما في التوراة والإنجيل، فيزداد الذين آمنوا إيمانا أيضا. وهكذا سبحان الله نستفيد من هذه الآية أن أي مسألة مهما دقت في الدين تزيد المؤمن إيمانا. تخيلوا هذا عدد لملائكة النار، الله قال عنه ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فكيف إذا تعلم المسلم أمور دينه، كلما تعلمت مسألة من مسائل الدين وعملت بها وتفكرت فيها تزيدك إيمانا. يعني مثلا لو نأخذ مثالا يسيرا، رفع اليدين في الصلاة، انك ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع مثلا، هذا الرفع سنة، ولما تتعلم هذه السنة وتعرف من حكم هذه السنة أنك إذا رفعت يديك كأنك مستسلم لله، مثل ما يستسلم الإنسان إذا قبضه مثلا اللصوص، إذا قبض الشرطة اللص يستسلم هكذا يرفع يديه، هكذا أنت تستسلم لله. انظر، هذه مسألة واحدة من مسائل الدين، سنة يسيرة في الصلاة، لكن العلم نور. تتعلم هذه السنة وتعرف مقاصدها وحكمها فتزداد إيمانا وخشوعا في صلاتك. فكيف إذا تعلمت معاني القرآن، آيات القرآن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام الشريعة؟ حقا إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن فعلينا بالعلم، هذا العلم هو الذي يزيدنا إيمانا بربنا وبعظمة الله جل وعلا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثم تأمل كيف أكد الله تعالى على إيمان المؤمنين هنا ويقين أهل الكتاب، قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لا يشكون، فأكد الأمر بنفي ضده، قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض، من مرض الكفر والهوى، ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا. يعني لماذا وصف الله تعالى النار بأن عليها 19؟ ماذا أراد الله بهذا؟ يسألون استهزاء واعتراضا. قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهذه عبرة عظيمة، إن الهداية بيد الله، فنسأل الله أن يهدينا وأن يشرح صدورنا ويطمئن قلوبنا بما يذكره الله تعالى في كتابه. إذا ما عرفت الحكمة من مسألة شرعية ما تعترض وتقول لا، هذا الدين إذا مشكوك فيه، كما يفعل بعض الملحدين، يشكك في بعض الشرائع وتنطلي على من عنده جهل، فيدخل في قلبي شبهة، فربما ارتد عن دينه بسبب هذا التشكيك. فليحذر المسلم من هذا. إذا خفيت عليك حكمة من الحكم أو سر من أسرار الشريعة، ما عرفت لماذا شرع الله كذا، لماذا أمر بكذا، تسلم الأمر لله. الله تعالى هو العليم الحكيم، وعقولنا لا تطيق أن تدرك أسرار الكون وحكم الشريعة، فهذا كله يرجع إلى عظمة الله تعالى. قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم لما كان الإخبار بهذا أن عدد ملائكة النار 19 قد يوهم الناس أن الملائكة عددهم قليل، قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. عدد الملائكة غفير عظيم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك من ملائكة إلا هو جل جلاله. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به إلى السماوات ورأى البيت المعمور
الذي هو محاذي الكعبة في السماء السابعة، قال يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. تخيل، منذ أن خلق الله الدنيا كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك، وإذا خرجوا لا يرجعون مرة أخرى أبدا. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال للصحابة أطت السماء، يعني أخرجت صوتا وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك لله ساجد أو راكع. فالسماوات مشحونة بالملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي يعني نار جهنم إلا ذكرى للبشر. فهذه ذكرى عظيمة، يتذكر المسلم نار جهنم وخزنة النار، ويعلم عظم النار وأن عليها 19. فهذا كله يدل على عظمة الله جل وعلا وقدرته سبحانه جل وعلا. نختم بهذه اللطيفة العددية في كتاب الله تعالى. سبحان الله، الله قال عليها 19، ولو تحسب عدد حروف قوله تعالى ما يعلم جنود ربك إلا هو 19 حرفا، ثم أيضا لو تحسب الحروف كما ذكر بعضهم من أول سورة المدثر إلى قوله عليها 19، يعني قبل قول عليها 19 يساوي 19 في 19، يعني عدد، نسيت العدد، المهم ناتج ضرب 19 في 19 هو عدد حروف السورة من أولها إلى قوله عليها 19، يعني قبل أن يقول عليها 19 عدد الحروف كلها 19 في 19. يعني هذه من اللطافة العددية في القرآن الكريم. أما أن نقدس العدد 19 ونبني عليه بعض المقدمات في معرفة العلم الغيب، فهذا كله من الخطأ والكذب. وأما هذه الأمور التي تذكر هنا من باب اللطائف العددية، نقف عند هذه الآية ونكمل ما يتيسر من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجيرنا من النار. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.